كان اليوم المول فارغ. ان المول فارغ. السلام عليكم يا ابو. بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه راح اسال الناس، اسالهم سؤال بتجل فيه وراح يجاوبوني بالفصحى، نشوف يدبروها لو اللغه العربيه بس هيك. يلا تعالوا اسال السؤال بتجل فيه تعطيني اياه بالفصحى. اوكي اوكي. انا احب شخص وهذا الشخص خانني. يابا تيست؟ لا. اوكي راح اسال السؤال بتجي لي فيه تعطيني اياه بالعامي بالفصحى. حلو تمام. اني البس حجاب. انني ارتدي الحجاب. انني ارتدي الحجاب. هم يعني بسيف ابو جون. انا العب كرة القدم ووقعت وانكسرت رجلي. وما تذيت؟ لا. ارحب ارحب. انا اليوم لبس الدجداشة وعقالي وخليت عطور ورحت للمول سوي لعب الفصحى. تعال 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 هنا تعال. الأسطى الأسطى. التفول بالفصحى. سلام عليكم. سلام عليكم. التفول بالفصحى يعني 75%. اليوم أني لبس الدجداشتي وخليت عطور ورحت للمول سوي لعب الفصحى. أنا اليوم لبست الدجداشة وذهبت إلى المول. لا مو أنا اليوم ارتديت دجداشتي. أنا اليوم ارتديت الدجداشة وذهبت إلى المول لأتسوق. تسوق؟ شكو شو مسوق؟ مثلاً اليوم أنا كلت تمن وفاصوليا تغديت بيه نجي عشاء هيك شاكل. أنا قمت بأكل الفاصوليا اليوم. شكراً. أنا اليوم ذهبت إلى مول زيونة. نعم. ورأيته. ورأيته. فتاة جميلة. فتاة. يا بس السلام عليكم. حبيبي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. بمناسبة تعالوا 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 تعالوا. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية راح أسألك سؤال. كان عندي امتحان عربي تدري قبل شوية. شي ذيب. راح أسألك سؤال وتعطيني إياه بالفصحى. إيه. أنت يا صف؟ سادس. أنا طالب سادس ومشتعل مشتعل مشتعل من الدراسة وأريد بس أنجح وأطلع صيدلة. أنا طالب سادس وأشتعل جدة جدي. نعم. بعد شنو؟ وأريد أنجح أريد أنجح من السادس. انا مبطله. انت مبطله؟ اي. قولي انا مبطله واتمنى ادرس واصير هيك وهيك. بتتمني؟ ايوه. تدي تشتغلين بالمول مو؟ انا انطوني ريس وهسه اروح اكل واسمم وارجع لهم. انني اذهب استراحه نص ساعه واعود. نص ساعه؟ نص ساعه واعود. طق له صوره. اوقف. عندي لقاء وياه. انا لبست قاط اليوم وجاي للمول اطقطق صور. اي. اليوم اعزل المول. اني شاب جاي للمول اقطع المول. وين الفصحى الموضوع؟ شنو؟ اني شاب عراقي عايش ببغداد. مين محروم؟ اني شاب عراقي عايش ببغداد واحب العراق. اعطيني اياه بالفصحى. يعني الطبيعه صراحه. شلون؟ فصحى وين بالموضوع؟ فصحى؟ اي فصحى. شنو اكله؟ انا انسان نقدر نقول. نعم؟ نقدر نقول انا انسان؟ لا عدت شنو؟ شي جرد. صاحب مريض بإنفلونزا أريد أخذه للمستشفى. صديقي لديه وعكة صحية. نعم. وسأصطحبه معي إلى المشفى. الله عليك. طلعت من البيت وخليت عطور وجيت للمول أطقطق صور. أطقطق. أطقطق. هاي شلون؟ ما أدري. خرجت من المنزل. نعم. وأخذت بعض الصور. ما أقدر. بالطريقة. وكب بالمهوكب. اللي عاد لي أجين. طلعت من البيت وخليت عطور ولبست ملابسي ورحت للمول طق الصور. اوكي. خرجت من المنزل. نعم. وذهبت الى المول. المول. نعم. انتبهت المول. مناسبة اليوم العالمي للفصحى او للغة العربية اسألك سؤال بتجل فيه تعطيني اياه بالفصحى. حلو. ايه. انت يا صف؟ بعدني خلاص سادس وطلعت. قول انا طالب سادس ومتضرر. انا طالب سادس ومتضرر. قول راح اذيب نفسي من الشط. سامي نفسي من في الشط مو من الشط. قول احب شبكه يلا. احب شبكه يلا حبيبي.